التحقيق القصري يا ريت. شفتوا انه كانت في ولايه خنشلة العديد من البلديات اللي تتميز بالنشاطات اللي تقبل عليها المراه الماكثه في البيت والمراه الريفيه، من صناعه الزرابي الى نشاط تربيه الابقار، وفيه نشاطات اخرى رصدناها على مستوى ولايه خنشلة. اذا كان فيه تعليمات من اجل دعم هذه المراه من خلال الوكاله الوطنيه لتسيير القرض المصغر، كنا اطلقنا دورات تكوينيه فيما يخص التعريف بآليات الحصول على القرض المصغر، وكذلك التعريف بآليات دعم الدولة لهذه الفئة، وكذلك أطلقنا دورة تكوينية في أيضا في تربية النحل. شفت أنه بعض البلديات لولاية خنشلة تمتاز بهذا النشاط، ولا بد من دعم هذا الأخير في المنطقة من خلال إبرام اتفاقيات مشتركة مع قطاع الفلاحة، التجارة، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني.